ازاي تحمل بيكتشر ستايل سين ستايل على الكاميرا الكانون M50. يلا بينا. عشان تحط برنامج سين ستايل او بيكتشر ستايل سين ستايل على الكاميرا هنا، لازم اول حاجة توصل الكاميرا بتاعتك بالكمبيوتر، وعشان تعمل كده شوف الفيديو اللي قبل كده عن توصيل الكاميرا بالكمبيوتر عن طريق برنامج الواي فاي او برنامج US Utility 3 بتاع شركة كانون. بعد ما انت توصله على طول، فادخل عند كلمة كاميرا سيتنج، تضغط عليها ريجستر بيكتشر ستايل فايل، او بتضغط عليها هيفتح لك القايمه دي اللي هي بتاعت الداتا بيكتشر ستايل زي اللي موجوده عندك هنا في الكاميرا. افتح اي واحده منهم، تحددها واعمل علامه السهم دي، يعني اضغط على اي واحده واعمل علامه السهم دي او الفولدر دي. هيقوم قايل لك افتح او حط البيكتشر ستايل، واللي هو انا محمله عندي هنا اللي هو مسميه هو اسمه تكني كولر بيكتشر ستايل او سيني ستايل. اضغط عليها وهتلاقيه موجود هنا. اول ما انت تستخدمه بس هتلاقي ان هو حمل في اليوزر ديفولت رقم 1، بعد كده اعمل اوكي. هيقعد شوية، بعد كده اعمل كويت او اكزت. هنختبر سين ستايل هنا على اللينس الخمسين ملي مع الادابتر وباستخدام الكاميرا بعد ما احنا حطينا عليها السين ستايل. هتلاقي ان هي بقت بهتانة قوي على عكس الباقي، يعني كده العادي كده سين ستايل، كده العادي كده سين ستايل، كده العادي كده سين ستايل، بتحس ان هي بهتت والدنيا فتحت والكلام ده. دي الاعدادات اللي احنا بنستخدمها دلوقتي. هنظبط مثلا الفتت عدسة شوية، نقفل دي كده. وانا اصلا بصور دلوقتي ببيكتشر ستايل سين ستايل. الاعداد بقى اللي انا بحب استخدمها عشان تطلع لي اكبر كميه شاربنس برضو وما تعبش قوي في تلوين الفيديو اللي انتوا هتشوفوه في فيديو جاي، هو ان انا بدخل عند بيكتشر ستايل واتك عند كلمه انفو زي مثلا هنا او على الشاشه، زرار عند الشاشه، واجي عند الشاربنس واعلي الشاربنس تكتين، واعلي الشاربنس مثلا تكتين او تلاتة، وبعد كده اعمل اوكي ويبقى الصورة شارب مش سوفت قوي وما تعبش قوي يعني في المونتاج والكلام ده. وهو ده شكل الفيديو بعد ما احنا عملنا البيكتشر ستايل سين ستايل من غير اي تعديل. وده هو شكل الفيديو بعد ما انت طبعا تلونه وتظبطه، بتحول من حاجة فلات من غير الوان من غير تفاصيل من غير كونتراست خالص لحاجة مشبعة وحلوة جدا مع بس استخدام لط وتلوين 5 دقايق وتحويل الفيديو الاول لحاجة اسمها ريك 709. وده هو كده شكل الفيديو بالوضع الافتراضي بتاع الكاميرا اللي هو بيجي او متفتح الكاميرا. وده هو شكل سيني ستايل من غير اي تعديل الوان. وده هو شكل سيني ستايل بعد ما انت بترجع الالوان وتظبط الاضاءة والكلام ده. طبعا في فرق كبير جدا، سيني ستايل بعد التلوين احلى بكتير، وعشان كده احنا بنستخدم سيني ستايل. في الفيديو اللي جاي اقولك ازاي تقدر تلون الفيديو بتاعك على سيني ستايل وتظبط الصورة بتاعتك والالوان والشكل والاضاءة والكلام ده كله. فهتأكد انك تشترك في القناة عشان تتابع الفيديو ده. وبالمناسبة الفيديو ده كله متصور فلات باستخدام بيكتشر ستايل سين ستايل، ومتلون باستخدام لط خاصة بيهم بتحول صيغة الفيديو لحاجة اسمها ريك 709. فلو انت عايز تشوف فيديو ازاي بتحول صيغة من كده لكده، اشترك في القناة. الفيديو الجاي هيكون ازاي تلون الفيديو بتاعك بعد لما يكون فلات وتضيف الالوان بتاعتك وتلعب في الالوان تجيب احسن ديناميك رينج. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.